مشاهدي قناة الأموال في كل مكان، أهلا بكم. في الأيام اللي فاتت ظهرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بتقول إنه هيتم إلغاء الصف السادس الابتدائي بجميع المدارس في مصر، وده بداية من دفعة الصف الرابع الابتدائي. وطبعا حصل جدل كبير جدا بين رواد مواقع التواصل حوالين الموضوع ده، ولكن مجلس الوزراء طلع بيان وضح فيه كل المعلومات وكشف كمان حقيقة الأخبار دي. تفاصيل كتير جدا بخصوص الموضوع ده هنوضحها لحضراتكم في الفيديو ده، فخليكم معانا. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كشف حقيقة الأخبار والأنباء اللي بيتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان صفحات الفيسبوك، وده بخصوص إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي، وده بداية من دفعة الصف الرابع الابتدائي للعام الحالي عام 2021-2022. وإن قرار الأخبار والأنباء اللي تم تداولها ملهاش أي أساس من الصحة وغير حقيقية، وهي كمان عبارة عن شائعات بيتم تداولها لإثارة الرأي العام. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وضح كمان في بيانه وقال إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت الأنباء دي تماما، وأكدت كمان إنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي وإنه ما تمش إصدار أي قرار بالشأن ده. شددت كمان على استمرار سنوات الدراسة كما هي بدون حذف أو تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية. نشدت كمان الوزراء الطلاب وأولياء الأمور لعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع كمان الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. من ناحية تانية تم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي في المهام الأدائية في يوم الاثنين الموافق 18 ابريل 2022 وحتى كمان يوم الاربعاء الموافق 20 ابريل على ان يكون زمن اداء المهمة حصتين. بيقوم الموجه الاول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة وكل واحد في تخصيصه، وبيتم كمان تقييم الطلاب في المهام الأدائية بشكل طبيعي دون الحاجة للجان امتحان او ارقام جلوس. كمان بيقوم الطالب بأداء داخل او بأدائها داخل الفصل، وده تحت اشراف معلم المادة. بيعتبر التقييم في المهام الأدائية داخل المدرسة جزء من تقييم أداء الطلاب وتقييم فهمهم لمخرجات التعلم وكمان قدرتهم على تحقيق نواتج التعلم اللي بيتم استهدافها خلال الفصل الدراسي. بيعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، وكمان بتيجي ده نتيجة التقييم في صورة أربع ألوان بتعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات. بيوضح اللون الأزرق إن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات، وده بنسبة من 85% ل100%. اللون الأخضر بيوضح إن المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة بنسبة من 65% لأقل من 85%. اللون الأصفر بيوضح إن المتعلم في حاجة لبعض الدعم بنسبة من 50% لأقل من 65%. اللون الأحمر بيوضح إن المتعلم لم يتقن المعارف والمهارات دي ولسه كمان محتاج لدعم كبير قوي بنسبة من 1% لأقل من 50%. بتكون كمان أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي على أو عن طريق الاختبارات والمهام الأدائية وكمان المواظبة على الحضور وتقويم تكويني، وده وفقا لمعدلات الأداء وده لمقرر القيم واحترام الآخر. كمان تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية. دي كانت كل التفاصيل حوالين قرار وزير التربية والتعليم. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.